أولاً نادين حابة أرحب فيكي في برنامج سيدتي. طبعاً أنت خبيرة مكياج وتشتغلي مع كثير من النجوم، بس هذا السيجمنت تبغى نعرف إيش هو حيكون المكياج أو الترند للمكياج لهذا الصيف. الميك اب للترند هذا الصيف، اول شيء الالوان كثير فلاشي، وغير عن هيك الحلو فيها انه مخلوطه بالوان النيوتس، عن هيك الاحمر البينك، بينك كثير هلا درجه الموضه تبعته، درجه الكونتور الخفي اكثر على الستروبنج يمكن. ايه صح، واتس بلندت مع البلاشر الكريمي هلا كثير والهايلايتر طبعا. ايش المكياج الصيف للبشره البيضاء والبشره السمراء؟ البشره السمراء البرونزر اكيد، الهايلايتر رح نبلش، الشيمرز الاحمر شيمرز، يعني شيمرز وخاصه بقلب العين عم بيكون في الوان البيري التوتي، الوان الاحمر كمان خلطين معهم النيود، لانه البشره السمراء لازم الوان النيود، عم نخلط معهم الاحمر البينك البيربل الفاتح الذهبي. ايش درجات البيربل والاحمر والتوتي اللي نحطها للبشره السمراء؟ الدرجات الفاتحه او الدرجات الديب شويه؟ لا الفاتحه، الروج بيكون ديب اكيد، ما بيكونوا نفس الاي شادو، الروج يكون ديب شوي، على الاي شادو بيكونوا فاتحه، البشره البيضاء بيكون جلوي حلو. ماشي، بنعتمد الهايلايتر، بنعتمد الوان البينكش زي ما انت مسويه اليوم دحين صح، ونعتمد الوان البينك النيوتس الخفيفه اللي على فايوليت، الجراي كمان كثير دارج، ومثل ما قلت لك الوان الفضي مع البشره البيضاء. صرنا بنشوف كثير من صيحات الرموش، يعني اللي مره طويله او اللي مره ثيك، ايش الصيحه اللي دارجه لهذا الموسم؟ انا صراحه ما بعتمد شو دارج، لانه هو في عنا على العيون اشكال العيون، العيون اللوزيه المبطنه، العيون الناعسه، العيون الجاحظه، العيون الدائريه، دائما العيون الدائريه على بس على الطرف نحن بنحط، العيون الجاحظه بتكون شوي مسحوبه على الطرف، العيون المبطنه بنعتمد انه الرموش تكون اطول من قدام وعلى الاطراف تكون اقصر لنكبر مدى العين حجر العين وذاتس ات. ما بعتمد انا طب شو ايش عيوني، ايش نوع الرموش اللي البقلي؟ عيونك لوزيه بس احط من الطرف يعني بس من الطرف، لانه نحن لو حطينا كامل حتصير عندنا دائريه، شكلها دائري. أيوة حلو نحن نحافظ على شكل العين بالطريقه الصحيحه. العيون الناعسه نعتمد انه نحط الاي لاشز فوق، يعني نرسم اي لاينر ونعلي شوي، نعلي الرمش على الجفن لتعطيني ايه لتعطيني سحبه لفوق، والعيون المرفوعه نحاول العيون المرفوعه يعني نشتغل بالشادو تحت، نشتغل بالشادو ونرجع نعتمد الرموش. اديني مثال على سيلبرتي ممكن تكون عيونه مرفوعه. عيونها مرفوعه اللي اشتغلت لها سيلبرتي دينا حايك، عيونها مرفوعين واعتمدت الاي شادو والرموش شوي انه يكونوا مش مرفوعين كثير، يكونوا ستريت، اعطي شكل ستريت، ما الحق العين، الحق تقريبا الشادو ويكون ستريت. الشائعة اللي بنشوفها لمكياج الصيف ايش هي؟ بفضل انه يستخدموا البيبي كريم، لانه البيبي كريم فيه تغطيه، طبعا ما عندهم مشاكل بالبشره بيعطي تغطيه ومفيد للبشره، وفي اس بي اف اللي ما عندهم مشاكل بالبشره يعتمدوا البيبي كريم بالصيف، لانه بالصيف كثير بتعب بشرتنا وما في داعي انه نحن نحط كثير فاونديشن فقط على المناسبات. سوري، والميكس سكين نعتمد اذا بدنا نحط فاونديشن الميديوم كفر، هاي الاخطاء يلي كثير انا بيسالوني عنها بالسوشيال ميديا. ايش تحبي توجهي نصيحه لاي سيده عربيه بتتابعنا اليوم؟ المرأة العربية أهم شيء قبل الميك اب وبعد الميك اب إنه ننظف بشرتنا كثير منيح، وما ننسى كمان بعد ما ننظف بشرتنا تونر لنتأكد نحن ما بقى في أبدا ميك اب على بشرتنا، لأنه أوقات إذا كان في ميك اب على البشرة هذا بيفتح لنا المسام، وهذا الشيء كثير يعني علاجه شوي صعب بياخذ وقت. وطبعا بس للنايت أوكي ننظف بشرتنا كثير منيح وأبلاي كل السكين كير يلي بتناسب بشرتنا. صحة جيدة صراحة، أتمنى إنه كل المشاهدين يتابعوها طبعا، وشكرا نادين لوقتك. شكرا كلك.